دخلت المدرسة بقى اشتريتي ايه؟ طلبتي من ماما وبابا ايه؟ كراريس كتير وكتب بتاع الدروس. ايوه في كراريس كتير طلبوها من الساد، كشاكيل وقلمه وجلادات وكل حاجه، كتب وكراريس عشان نعرف نذاكر فيها. عايزين حاجات كتير قوي كتير قوي 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 حاجات كتيره. لا لازم الشنطه بقى اللي نحط بقى الكشاكيل. الشنطه دي كانت ممكن تتقطع من كتر الكراريس. قررنا ان احنا ننزل الشارع ونعرف وجهه نظر كل ست وكل راجل عندهم اطفال. اخبار الادوات المدرسيه ايه؟ زادت اكيد زادت. لا طبعا غليت طبعا، جوزي موظف حكومه. الاسعار الناس كلها بتصوت طبعا منها، كل حاجه زادت وكل الاسعار كلها زادت. الزوايد دبل على طول. الادوات المدرسيه انا امبارح بس جايبها 300 جنيه كراريس واساتيك واقلام بس. لسه جايبه للاستاذ ده الطلبات بتاعته ودخلوا في 300 كراريس واساتيك ولزق وجلادات وحاجات كتير. السنه دي غاليه جدا 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 كتير على اللي عنده. امال اللي ما عندوش، اللي ما عندوش هيقدر يعمل ايه؟ نشكر ربنا، ربنا صالح، متاكدين ان هو هيكمل معانا الخطه. يعني كشكول اللي كنت مثلا بتجيبيه بجنيه ونص دلوقتي ممكن تجيبيه ب2 جنيه ونص و3 كمان. انا عديت ال 500 جنيه كتب خارجيه وكشاكيل ولسه تقريبا نص الحاجات ما جاتش. لا ما نجعوا بالشنط واللبس والشوز والحاجات دي، ده بس الادوات والكتب. قررنا في اتحبوني ان احنا نشارك كل طفل عايز يتعلم، يشارك كل أسرة عايزة تعلم ولادها بس مش قادرة. ربنا يساعدكم في الخدمة دي، لأن أكيد في ناس تانية في مدارس تانية مش قادرة تعمل مش قادرة حتى تعلم ولادها تعليم عادي. اللي معهوش يدي اللي معاه، واللي معاه يدي اللي معهوش. أتحبوني حاولت تجيب كل حاجة، حاولت تعمل أقصى ما عندها عشان كل طفل في مصر عايز يتعلم يبقى سعيد وما يبقاش أقل من غيره. لكل حد محتاجنا عايز اقوله ان احنا كمان محتاجينك، احنا اللي محتاجين نساعدك عشان انت اللي مدينا الفرحه دي، مش بس احنا اللي بنديها لك. السنه دي غاليه كل حاجه زادت وكل الاسعار. انا عديت ال 500 جنيه. نشكر ربنا، ربنا صالح. يشارك كل طفل عايز يتعلم.